شويه ايه نوع المعلومات اللي قطع البلاع القاهري او المصري ممكن يديها لنا. اول حاجه هو مين اللي انشا البلاع في مكانها، تاريخ، وعاده بيبقى رمز وتاريخ مكتوب يعني سنه 1950 1952 وهكذا. ف ده بس نموذج من نوع من المعلومات اللي البلاعه بتقدمها لنا. تاريخ الانسانيه ينعكس في تاريخ مجاريها، ودي حاجه سياسيه جدا، انه ده برضو بيرجع لتاريخ انه مين جاله خدمه الصرف الصحي الاول. ده حصل في الاول لاول اللي هم شريحه ال 100,000 مصري قاهري كان يسكن القاهره في ذاك الوقت.